طيب نشوف الكابتن خالد بيومي في رؤيته لفوز الاهلي. فوز منطقي جدا جدا لمارسيل كولر ولعبته، وفوز وجهة نظري في ذكاء شديد للعيبه الاهلي وكمان لمدربهم، اذا كان في التشكيل او في التغييرات اللي حصلت بالنسبه لمستوى فريق كبير زي الرجاء. انا متفق على النتيجه بتاعت 2-0، متفق على التشكيل بتاع مارسيل كولر، متفق على العقلانيه والذكاء اللي لعب بيه مارسيل كولر، انه ما فتحش الجيم كتير، ما سابش مساحات كتيره جدا للرجاء، ما دخلش الرجاء في الجيم معاه او في المباراه معاه الا زي ما قلت حالات قليله جدا، وده طبيعي جدا مع فرقه كبيره زي فرقه الرجاء بتلعب خارج ملعب. جمهور الاهلي كان له دور كبير جدا طوال 90 دقيقه او اكتر، 95 دقيقه في التشجيع المستمر، والدليل ان الهدفين جايين في توقيتات قاتله بالنسبه لنادي الرجاء. الهدف بتاع محمد عبد المنعم والهدف الثاني اللي لاحظ بعد التغييرات اللي عملها مارسيل كولر. كولر كل يوم عن يوم بيثبت ان بياخد مباراه عن مباراه بشكل مختلف. بيلاعب الفرق او الفرق الكبيره او الفرق اللي معاه في بطوله افريقيا بتفكير او بقراءه او بدراسه ممتازه جدا جدا، هو مش مستعجل، وده اللي عجبني في مارسيل كولر. انا عجبني الاهلي، عجبني اداؤه، عجبني مستواه اللي هو قلت 90 دقيقه، عجبني انه لعب الجيم بشكل ممتاز جدا، عقلاني وفي ذكاء كبير جدا من مارسيل كولر، عجبني تغييرات مارسيل كولر اثناء المباراه. 2-0 نتيجه منطقيه، نتيجه ايجابيه، نتيجه جيده جدا امام ملعب صعب جدا جدا في كازابلانكا. بدايه زي ما قلت منطقيه، بحيي عليها مارسيل كولر، بحيي عليها لعيبه النادي الاهلي، وبحيي عليها جمهور النادي الاهلي. غريبه، الكابتن خالد عجبه الاهلي جدا، عجبه المستواه، عجبه انه لعب الجيم بذكاء شديد جدا، وكان بجداره وباستحواذ وبسيطره وفارض كلمته، عجبه كولر اللي ادى ادار مباراه. اذا هو عايز يقول فوز بجداره، الله، يعني ما فيهوش مجامله ولا الدنيا عداله ولا حاجه يا اخي، سبحان الله.